مرحبا في قناتكم قناة روزا تشانل وفيديو جديد عن مسلسل جرح القلب. وقبل ما نبدأ حط لايك للفيديو، سبسكرايب للتشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناة. اعمل فرع على انستجرام، متنسوش تعمل سبسكرايب للقناة التانية، سيبلكوا لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل جرح القلب واخبار محزنة مع الاسف، فكمل الفيديو للاخر. احب اقول رأيي عن الحلقة. نوعا ما كانت مملة شوية، الاحداث ما كانتش اقوى احداث، يعني الاحداث الاهم اتعرضت في الاعلانات، فالحلقه كانت عاديه بالنسبه لي. والحمد لله كل التوقعات اللي قلتها لكم في فيديو قبل كده طلعت صح، وان فعلا عايشه وفريد انفصلوا، وهندا لعبت انها فقدت الذاكره. واضح كده اني مش لوحدي اللي حسيت ان الحلقه كانت ممله او عاديه. تقريبا المتابعين كمان في تركيا شعروا بنفس الاحساس، وده انعكس على نسبه المشاهده، وحصلت الحلقه 15 على نسبه مشاهده 5.97. ممكن تقولوا ان النسبة جيدة نوعا ما، لكن نسبة المشاهدة انخفضت عن الاسبوع اللي فات مع الاسف. يعني الحلقة 14 كانت نسبة المشاهدة 7، فمن 7 ل5.97 ده انخفاض كبير جدا، ويعتبر نزل في الفئات كلها، وايضا في فئة الاعلانات او العائد المادي اللي بيجي للقناة او نسبة الاي بي حصل على 3.55، ودي نسبة مش اقوى شيء. لما تكون النسبة مرتفعة عن 4 وقتها المسلسل يكون في حالة مرضية بالنسبة للقناة العارضة، أما تحت 4 زي مسلسلنا كده ده شيء مش جيد ليه. أتمنى أن هو يرتفع خلال الحلقات القادمة، وأتمنى أن الكاتبة تحط نسبة المشاهدة دي في عين الاعتبار، إذا كانت التوتال 5.97 أو نسبة الإعلانات 3.55، وتعمل أحداث قوية وما تعرضهاش كلها في الإعلانات عشان المتابعين يكون عندهم فضول يعرفوا إيه اللي هيحصل في الحلقة والنسبة ترتفع. وتوقع السبب في انخفاض نسبة المشاهدة ان هم عرضوا 3 اعلانات عن الحلقة، ممكن ده يكون السبب في انخفاض نسبة المشاهدة، ده وارد وممكن يكون لا. اكتبولي في التعليقات توقعاتكم، هل ده ممكن يكون سبب من الاسباب ان نسبة المشاهدة تكون منخفضة؟ واما بالنسبة لنسبة الانترنت، فحصل مسلسل جرح القلب على المرتبة الاولى بعدد اصوات 86,741 صوت. واما بالنسبه لنسبه سميره، وهي نسبه اللي بتهتم بهاشتاج المسلسل وبالبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض يوم الاثنين، فحصل مسلسل جرح القلب على المرتبه الثالثه بعدد اصوات 11,031 صوت. الارقام منخفضه نوعا ما، هي مش عارفه ايه اللي حصل وخلى الارقام تنخفض كده، لكن حزينه جدا على الارقام دي بالنسبه للمسلسل، لان المسلسل حلو قوي، واتمنى ان الحلقات القادمه النسبه ترتفع حتى نوصل لسبعة زي نسب مشاهدة الحلقة اللي فاتت. بس كده يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا لكم في الكومنتات لو عندكم اي سؤال او استفسار، اكتبوا في الكومنتات ونرد عليكم. تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب، تفعيل جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناة. باي باي.